مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج إنساوي. نرحبوا بضيفتنا وفاء قطبة. مرحبا بك وفاء، انضمت للمجموعة من عذكركم بحضانا الفنانة التونسية شهرزاد هلال، إيمان بيان سور عبيد. وفاء، اليوم شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو على لي بيجو قطبة وليستوريك نتاع لي سامبول اللي فيهم. لي سامبول اللي فيهم، دونك كل ما هو قلنا مجوهرات نستعملوا فيها في مجوهراتنا التونسية عندها تاريخ اي عندهم تاريخ، عندهم حاجات نجموا نحكيو فيهم. باهي، نعطيك الكلمة وفاء، نبداو بالكولي هذايا. كولي اللي فيه بوندونتيف في حوتة وخلال من تالي. اي هذايا بوندونتيف اوتنتيك تونسي. نشوفوا الخليل غاديكا. الخليل الأصل نتاعو هو بيجو، هو بيجو تونسي اللي يلبسوه في المالية هكا، يشدوا بها المالية نسي، سي بربير. ويرجع للعهد الفينيقي، وما زلنا لتوا نستعملوا فيه. اي ديما في هو ديجا هو سامبول نتاع تونسي، يعني كيف تحطه ديجا في تونس. فهمت؟ تلقاه في المغرب العربي اكثر حاجه. والسامبوليك نتاع الخليل بلوتو هو مثلث مقلوب يلبسوه النساء قبل، اللي هو سامبول نتاع الفيمينيتي، تانيت معناها كيما موجود في تانيت المثلث هذاك وكل شيء، اللي هو الفيمينيتي ديما يرجع للتانيت. هي لاباز هي تانيت، مي المثلث هذاك سي سي لو سامبول دو سيكس فيمينا كاريمون. اكزاكتومون. بي هذايا هي البوندونتيف وحده، باسكو انا لقيته في عند ان كوليكسيونور نتاع بيجو قدام. انا زدتها الكولي هذه، نلقاها في قطبه احنا. اي تلقاها في قطبه. على باز هي راهي نتاع امراه يظهر فيها ليا بروحها بالكدي بالكدي. وهي حكت قلتها قبل اللي هي حكت نفا، والنفا هي قلنا احنا السيجاريت نتاع نسيت نتاع قبل. تو هذيك ذهب وفاء ولا؟ انا قلت فضه. فضه. لخاطر انت معناتها مغطستها ولا؟ اي انا قلت اللي انا غطستها في الاصفر، اما راهو لي سامبول اللي على الشركه هذه اللي تلقى فيهم الخليل والحوته ما تلقاهم كان عند لي بربير، والفضه عند لي بدوان معناتها البدو جينيرالمون. عندنا حاجة أخرى، عندنا الخمسة يظهر لي معاها توا باش نحكيو على الخمسة. أي دونك احنا الخمسة كيف كيف سي أوتنتيك، هذيك فضة ناتوريل زدتها لأن نقصت عليها. فيها نجمة خمسة معناتها نجمة عادية. نجمة الإسلام هذيك. دونك هي بربرية مسلم، معناتها بربريه نتاع مسلمين، على خاطر ثم عندنا الجويف عندنا اليهود وكل، واليهود يحطوا النجمه نتاعهم مع البيجو نتاعهم. هذاك السامبول نتاعو كيف كيف اللي اوتنتيك، مركبه على لي بيجو هذوما على الكوراي. كوراي كيف كيف و فوالا هذاك. ونراو زاد في الخلخال هذوما من الحاجات اللي معناتها تلبسوا المراه، معناها ومازال تلبسوا المراه التونسيه الخلخال، لكن في بالي هو النحاس ديما على باز الخلخال. لا لا. ليه؟ هو هذا ينحاس. اي. وهذا ينحاس مازال ما هو نورمالمون بعد ما الى تيي هكايا النحاس باش يمشي يحطوا في باش يصفروا معناتها باش يغطسوا في الذهب. باش يغطسوا في الذهب. انا حبيت هكاك، عجبتني لي موتيف اللي عليها والزينه سومي اون ريليف. والنحاس عنده الرونق نتاعو، انا يعجبني كيف ده هكاك، وعنده حتى الحاجات البي هكا ولا مرجين بكر. حكينا في الكوليس، حكينا عن النحاس اللي هو يجبد البرد ويستعملوا برشا في ناحيه الطاقه السلبيه زاده، وياثر علينا بوزيتيفمون. الفضه كيف كيف زاده. الفضه زاده في الدوره الدمويه، قالوا تحسن الدوره الدمويه فيها
يا بوكو دو فيرتو في الميتو. اكيد هي كل حجره وكل ماتيغ عندها التاثير نتاعها. التاثير نتاعها صحيح. انا نعرف كان الميتو الحق بالنسبه للكويفر وبالنسبه للارجون. احنا توا في قطبه كيف نحبوا نصنعوا حاجات ونحبوا عندنا في موديل في بالنا نحبوا نعملوه. اسكو نجي مثلا نقول لك نحب نعمل خمسه مع درا شنو مع حاجات تزيدهم لي والا فما طقوس معينه ولا مجوهرات معينه تتمشى مع بعضها. عطا هنا رايي انا سولون لي جو كل حد كيفاش يحب يعمل البيجو نتاعو بيرسوناليزي يحبوا بالفضه يحبوا بالذهب زيد بالكويفر سما بعد قطبه تعملوا كل شيء حسب الموديل اللي ميتو اللي كنت تحب الشيشخان تحب الديامون كل شيء. شهرزاد قداش متعلقه ب نقول انا مجوهراتنا التونسيه القديمه؟ والله تعلق كبير برشا معناها بدليل انه حتى في الكليب نتاعي لازم ديما تحب ترجع لكن انا معناها موجوده في التمثيل معناها لازم باش يكون فما معناها لي بيجو معناها تراديسيونيل نتاعنا ونشوف انها تعطي معناها قيمه للجمال المراه معناها تعطيها قيمه كبيره برشا بخلاف انه هذاك تاريخنا معناها هذاك الموروث نتاعنا فيلزم يظهر في اعمالنا الفنيه وبالنسبه لي نحن هذاك اتو ديت تبرز به اهميه المراه في حد ذاتها. توا احنا المراه تبارك الله خاصه في المهديه يقولوا برشا والتحيه كبيره لاهالي المهديه يقولوا برشا بالذهب معناها الزغربيل معناها ذهب للمراه من كل انواع نتاع التخليله ونتاع وعندهم اسماء اسماء ادراكي فيش تقليديه ما نستحضرهمش الكل ولكن هي عادات محلاها ويا حبذا انها تتواصل وحتى وان كان فضه معناها وتبدا مغطسه في الذهب المهمه يعني توري غلاوه هيك المراه وقيمتها عند الرجل معناها فهمت المهم. مازال عندنا ما نحكي وفاء ايوه على الخلخال بالنسبه لتونس وشمال افريقيا الخلخال عنده قيمه عند المراه عندها فيمينيتي خرج لها فيمينيتي نتاعها ما عندوش نفس السينيفيكاسيون مثلا في باقي الدول لانه الخلخال في باقي الدول عنده كونوتاسيون خايبه اللي هي المراه اللي تلبس الخلخال في مصر مثلا هي الراقصه ولا لي في دو جوا بالنسبه للشمال افريقيا اللي هي امراه نقولوا نحن خلخال بوراتلين يعني كل واحد رطل نورمالمون وطر ذهب يعني يعطيها قيمه عنده قيمه في الثقافه نتاعنا نحن. وانا عامله وجتني انفيتي قالت لي الخلخال اللي تلبسه المراه التونسيه كان يعطيها خصوبه معناتها الطاقه اللي فيه تعطي خصوبه. خصوبه اي معناتها لي سامبول اللي تلقاهم جينيرالمون معناتها كيما الخمسه كيما الخليل كيما الحوته هما نتاع سامبول نتاع خصوبه هو صحيح سي دي سامبول يرجعوا للعهد الفينيقي يرجعوا للديانه اليهوديه للديانه المسيحيه دي فوا وي اي عند اليهود الحوته طير العين عند وعند لي كريتيان سي لابوندونس الوفره الخمسه عند اليهود هي لا مان دو مريم اللي اخت سيدنا موسى وعند لي كريتيان لا مان دو ماري السيده العذراء وعند لي فينيسيان الفينيقيين هي لا مان دو تانيت يدي التانيت اللي تحميهم وعند المسلمين احنا لازمنا نقولوا اللي راهو احنا ما نطيروش ما عندناش الحق وحرام اللي التطير ونقولوا الطير العين وكل عند المسلمين هي دونك هي سامبول الشيعه والشيعه عندهم حكايه التطير مي السنه نحن وكل ما عندناش معناتها السينيفيكاسيون رمزيه الديسان اللي موجود لازمنا نقولوا اللي صحيح البربر ماخذينه على حكايه طير العين على الخصوبه لكن احنا ما عندناش الحق نمنوا بال تلبسوا على خاطره مزيان على خاطره يذكرك بال على خاطر في السيمبوليك معناتها التقاليد والتراث نتاعنا مش لازم نلبس حاجه باش نطير بها ولا باش نقول لبستها على خاطر العين اي احنا ماشيه برشا في الحكايات هذه واللي ما لازمناش نخموا فيها ولا نتعلقوا بها فاطمه اي والله ولا نتعلقوا بها نرجعوا والله العظيم مازال يذولي عنا شركه وبلالت هكا ولا في الفيديو اللي عنا شو ما هذوما هذوما بلالت كيف كيف ديامونتاي اون روز هذوما جابتها الثقافه الاوروبيه دخلت مع الاحتلال الفرنسي معناتها لي موتيف هذوما جدد اللي نشوفوا فيها زاده لوتوس
هذه دخلت زاده مع ثقافات اخرى اللي جوا. هذه مثلا دخلت مع العثمانيين. دخلت في ثقافه البيجوتري التونسيه. معناها كل حضاره وكل معناتها نقول انا كل ديانة كل حضاره كل اثرت في شنو لبسنا وشنو اكلينا وشنو معتقداتنا وكل شيء. دونك اثر في برشا حاجات. دونك احنا اذا كان نحبوا نعملوا حاجه بيرسوناليزي تكون فيها هذوما لي موتيف هذوما الكل نجموا نتصلوا بقطبه اللي هي في باج فيسبوك والانستغرام نلقاوكم وفاء قطبه exactement. ونعملوا حاجات بيرسوناليزي نعاودوا ونقولوا اكزاكتومون بيرسوناليزي. ميرسي بوكو وفاء قطب يعطيك الصحة على المعلومات هذه الكل. خلينا نشوفوا تويكا تقرير صغير باش نحكيو على الجمال وباش نحكيو تويكا كيفاش يكون بلوتو يجينا ماكيور نتاعنا والماكيوز نتاعنا للدار ويطلعنا بأحلى حلة. شوفوا التقرير خاص بأمل. عسلامة على سنين. أنا أمل بروفيشنال ميك اب ارتست. جو مي ديبلاس بور لي ماريي كي يحبوا نمشي لهم لي زوتيل اللي هما فيهم ولا لي ميزون دوت. علاش؟ على خاطر العروسه اون جينيرال واللي تحب تحس روحها مرتاحه والنهار هذاك نهار تعرسها هو لها هي اكاهو. بالطبيعه نحن ماذا بينا العروسه تكون هي مرتاحه في ستيل هذاك. اما زيد البروفيسيونيل يقول للعروسه اسكو ستيل هذاك نتاع الشعر بالحق شو قدلها ليله كامله زعما مش باش يفيش اذا كان هي تحب شعرها مسيب مع الميديتي نتاع بلادنا مع الكاليتي نتاع الشعر. هذاك علاش ديما نقول للعرايس كانكم انتوما ماكمش مستانسين بالمكياج في حياتكم اليوميه وتحبوا حاجه ناتوريل راهو عادي على الاخر كامل الاول باش تصدموا كي تشوفوا رواحكم. لازمك تعرفهم كان انت باش تعرس وقاعده تحضر في عرسك. اول حاجه الروبه اللي باش تختارها راهو لازم انت تكون مقتنعه بها. مش تختار روبه فوطيه ولا العرس مثلا تحب روبه صغيره تحب روبه بالوقاف اما تخاف فلانه ولا فلتانه شنو باش تقول ولا حماتك تتغشش ولا امك تتنبز. أعرف راك أنت اللي باش تلبسها روبة وأنت لازمك تكون مرتاحة فيها وصدقوني عن تجربة هذه تنجم تأثر شوية على المود متاعكم. حتى كان أنت تحب تاخذ بالخاطر إذا كان أنت مرتاحة باش تاخذ بالخاطر ومقتنعة فازي سينو لازمك أنت تكون مرتاحة. يعطيك الصحة. هذا تقرير صغير على أمل بيان سور نوتر ميك اب ارتست ادوميسيل اللي هي اسكو هي فكرة تونسية جديدة ولا عنا سنوات نخدموا هكا ولا كيفاش أمل؟ هي ماهيش فكرة جديدة، هي كانت موجودة أما مش متداولة. المرأة التونسية كانت قبل تحب تمشي لسونتر ولا سالون خاطر هذيك هو شنية مستنسيل العادة. توا الحضارة يعني ولينا نتأثروا ياسر بالأوروب وكل شيء بالأخص اللي يعيشوا البرة معناها خاطر أنا عندي برشا من عرايسي عايشين البرة. صحيح. تقول لي أنا فرحت على الأخر لقيتك أنت ما يقلقكش كي تجي أدوميسيل ولا لوتيل ولا ميزون دوت خاطر أنا هذاك شنية عايش 10 سنين في فرنسا مثلا هذاك شنية راه دونك مرتاحة أنا اللي تجيني عندنا حاجة في تونس. إي إكزاكتومون دونك إسكو جديدة؟ لا ما كانتش متداولة وتوا أكثر وأكثر فما إقبال من عند العرايس التوانسة حتى اللي عايشين في تونس يحبوا خاطر فما خصائص ما تلقاهمش. أيوا جا الخصائص هذم شنو مثلا؟ باهي أول حاجة وأهم حاجة اللي هي فما عرايس مثلا حشامين برشا تدخل بعضها كيبداو فما برشا ناس والكل. دونك لقات اللي فما البوسيبيليتي الماكيوز ولا الماكيوغ يجيها وين هي تحس بالطمأنينة. دونك تحس اللي فما عندها حظ أكثر إنه يسمعها الماكيوز ولا تسمعها بلوتو الماكيوغ والماكيوز فهمتني تنجم تناقش مثلا تبدا تقول لك انا نحب حاجه ياسر ياسر سامبل نخاف انا كي نمشي مثلا نحشم ولا ندخل بعضي ما نجمش نقول لك رايي معناها قدام العبيد نحشم اكزاكتومون فهمتني. دونك كي تبدا كي نمشي انا العرايس والكل تقول لي انا مرتاحه توا امل خاطر نحكي وبطبيعه قبل وكل شيء وتشوف هي خنتي على انستغرام نحاول قد ما نقدر ان نهبط التفاصيل الكل في المكياج في كيفاش انا نتعامل مع كليوناتي والكل زيد هي كي نجاها. أول حاجة زادة فما خاصية أخرى مهمة اللي العروسة ما عادش تخمم في المسافة اللي باش تمشيها. ماله؟
فهمتني تنجم باش يجي معاها يعطيك الصحه. مساكن فما عرايس ساعات يبداو يتغسروا وما يلقاو شكون يروح بهم ولا يصير روتار ولا حاجه، دونك تلقى روحها هي تنجم على بلاصتها يجي الفوتوغراف يعملوا لها التصاور لي بريباراتيف الفيديو كل شيء، تحس روحها هي مرتاحه فريمون نهار هذاك نتاعها هي اكاهو. اسكو انت تتقابل انت والعروسه قبل ما تمشي لنهار العرس ولا لا؟ اسكو تعمل لها قول لنا مكياج تيست هذاك قبل ولا هو الحق نتاع ربي؟ مثلا باش نحكي الصيف اللي فات، الصيف اللي فات حريفاتي اغلبهم يعيشوا لبرا دونك ما قابلتهمش بخلاف نهار عرسهم. كي العروسه تحب نتقابل كل شيء انا ماذا بيا نشوف وجهها ننصحها نقولها مثلا سكين كير روتين نتاعك كيفاش، نحاول نعاون قد ما نقدر، واذا كان نوجهها نجم نوجهها انها تستشير طبيب ولا حاجه، كان عندها مثلا جفاف حاد في البشره والكل ننصحها، وسينو بالتليفون مثلا بالواتساب. وساعات مسكينه العروسه تلمون تبدا مخسوره بالوقت، صدقني من نجم ونحكي وكانوا جورجي شنو نقول لها انا؟ نقول لها ابعث لي الانسبيراسيون نتاعك كيفاش تحب يكون المكياج، كيفاش تحب يكون تكون الكوافور، باش نهار عرسك نلقاهم في الكونفرساسيون واتساب نتاعنا نرجعوا لهم نتناقشوا شنو هي ليويتيك، هذا يمشي معك خير، كاليتي شعرك راهي ما تسمحلنيش انا باش نعمل حاجه هذيا، صحيح اللي هي عجبتك اما راهو زاده وظيفتي كبروفيسيونيل نقول لك راهو مع لوميديتي نتاعنا والكاليتي نتاع شعرك راهو نجم ما تقعدش حاجه مزيانه. دونك فوالا انا نخصص زاده الوقت نهار العرس انه فما وقت هذاك نحكي فيه انا والعروسه. به اذا كانت تقابل نهارتها يعني انت باش تعمل لها شعرها وتعمل لها انا نعمل المكياج ومعايا هير ستايلست تعمل الكوافور صبيا لهنا. تحس العروسه نعرفش انا بلوتو انتوما كميك اب ارتست ولا كفريق اللي تخرجوا ولا العروسه يلزمكم تكونوا بيان ايكيبي، ما فماش هذه والله ان ما جبتوش الكولور هذيك ولا لا الصبغه هذيك مش باش تعطيك تاويكا، دونك ريسك فيها الحكايه. به هو باش نكون واضحه مكياج وكوافور من غير كولوراسيون بيان سور لو جور جي ما نجموش نعملوا حاجه شانجمون راديكال، دونك تقاني انا بالفاليز نتاعي ريناها الفاليز تبارك الله معناتها نعبيها بكل شيء باش بالحق ما نوحل في حتى شيء اللي تطلبه العروسه يكون عندي موجود. معناها قديش هذيك هي كلمه انه تطلبه العروسه تلقاه العروسه مع ستريس، مع انه ممكن هي اول مره باش تقابلك نهارتها، مع انه انت بتتخش تعمل لها حاجه هي مش مستنسه تشوفه في وجهها، قديش لهنا انت لازم يكون عندك وسع البال وقديش لازمك تنجم تشربك ستريس نتاع العروسه نهارتها. بالفعل انا راني كندي بلاس ديما نقول لعرايسي راني ناخو عروسه في النهار اكاهو باش بالحق نخصلها الطاقه نتاعي كلها هي. علاش؟ بالاخص العرايس اللي يحبوا حاجه ياسر سوفت وهي ماهيش مستنسه تعمل مكياج، شوف روحها وقد ما نقول لك نعمل سوفت راهي تشوف روحها تعب تتفجع. دونك نبدا نقولها شو مازلت انت توا مثلا بالبرايدر روب نتاعك مازلت ما لبستش روبتك ما قديتش شعرك، نبدا نسيسها نقول لها تهنى راهو باغ اكسبيريونس كل عروسه بعد ما تكمل الشعر تزيد تفهم روحك اكثر وفي الاخر كي تلبس الروبه كل شيء يبدا متناسق، ونقول لها هاني بحذاك هاو البانسو كي تحب اي حاجه تبدلها انا بحذاك ننقص لك. وافكتيفمون الحمد لله يا ربي نجم نقول 99% ما يحبوش يبدلوا معناها، والبقيه تحب هي مثلا تقول لي الله غالب امل مثلا الكولور غيزي في عينيا مانيش مرتاحه فيها نحترم رايها بالطبيعه النقص حتى لو كان انا يكون عندي راي مخالف، اما المهم هي تكون مرتاحه. اي مهم على قداش دخلت من اخت باش بدلت لك مكياج اختها ولا اللوزه ولا ما نعرفش ما تعرف العائله احنا كنا قواعدنا لدارنا الماكيور اي دونك احنا شنو تشرطوا طويكا مهم برشا بالحق. انا فرحانه زاده اللي نحس عرايسي زاده متفاهمين ومسؤولات معناها كيف اللي هي تحب تحط معناتها الدور بها كان حتى العباد اللي بالحق يحبوها ويفرحوا لها مهما كان هو اختيارها. فهمتني؟ دونك حتى ساعات تلقى شكون تقول لها لا محليك راك ماكش مستيسه نلقاها هي بالفعل معناتها تطمن فيها، فهمتني؟ وساعات نلقاها واللي تبدا هي بيدها خايفه والكل والحمد لله في الاخر معناتها نعمل زاده مكياج للحضارات مع العروسه دونك يحسوا رواحهم الكل فرد امبيونس الكل انت فرد نهار العروسه والحضارات نتاعها نخصص نهار هذيك باش هي معناتها تحس حبيبها واصحابها الكل دايرين بها وتقعد ليله كامله معاها للروتوش العرق تطلب هو الحق نتاع ربي ووتر بروف دونك
طونكو ما تمسش العروسة وجهها بابي ولا حاجة راه يقعد انتاكت. وإذا كان مثلا العروسة تطلب إني نبدل لها دوزيام لوك خاطر مثلا في الوطية نلبسوا لبسة لون ومن بعد نبدلوا لون آخر نبدلوا اللي لازم الشعر زادة نبدلوا هذا الكل ناخذوا في عين الاعتبار فما وقت لازم نخصوه. دونك نحكي أنا والعروسة شنو هي تحب وشنو هي تفضل نحاولوا نعملوا حاجة هي تفرحها وزادة تخليها تستمتع بالسهرية نتاعكم الفو. هذه العروسة وفرحنا لها وربي هني عليها. أما اللي هنا خدمة اللي اخترتها كي من هذه مثلا علاش ما حليت السونتر على روحك وقلت أنا جوني العرايس وأنا ديجا أنا في الزون كونفور نتاعي ونخدم باللي نجم نجم ناخذ زوز عرايس فرد نهار علاش عروسة برك علاش ما خممت شي حاجة هكا؟ أنا بالفعل كان عندي سونتر أي في سيدي بوسعيد لكن شاءت الظروف سكروهولي أما ما وقفتش صحيح بالأخص كي كنت ناشطة على انستغرام نلقى العباد مازلت تجي تحكي معايا وأنا مازلت ما خديت حتى ديسيزيون ما نعرفش معناها كان عندي سونتر العباد مستنسة بيا نلقى أمل أمان تنجم تجيني البلاصة الفنية قلت كلمت الكوافيس قلت اسمعني بقلبك نمشيو الولايات تونس المختلفة ونمشيو العرايس أمل أنا معك على جمهورية كاملة تخدم ما شاء الله عندي سفيقس سليين الكيف بنزرت بارشا ولايات نابل دونك بالحق ما عادش عندي كالخوف نقى محليهم العرايس بالحق ربي فضلهم يستقبلونا بالقهوة شنية تحب هكا هكا بينا الحق متاع ربي يخليونا نحن مرتاحين خاطر يفهموا اللي نحن غادي كرانا نساهموا بصفة كبيرة كيفاش نخليو العروسة فرحانة ومرتاحة تلقى البو بنتي شنو هي تحب لم حضرتكم العشاء قبل ما تروحوا والله ما تعشاو جماعة صفاق الزيدة محليهم الولايات الكل بالحق كانوا دي زيكسبيريونس ناجحين الحق. انت توا جاوبتني على حكايه السيكوريتي نتاعك انت واللي تخدم معك معناتها ما تخافش في الثنيه وحدك والا تشترط انه انا نمشي في الوقت الفلاني نروح الوقت الفلاني تكون الدنيا ضاويه ولا يحجزولك في اوتيل باش تروح من غدوه معناتها السلامه نتاعك زاد تدخل في الميزان نقول انا. صحيح لهنا يدخل الريسك ديما موجود معناها واحد يعول انه بستر ربي معناها روح في الليل صحيح مثلا نسوق في الاوتوروت تلقاني نجم نعمل سويقه في النهار 6 سوايع 7 سوايع من ماشي وجاي معناها خاطر عندي ولدي في الدار ما نحبش البيت البرا والكل دونك نحاول قدر المستطاع نرضي العروسه نقعد معاها لوين هي تستحقني ما وقت لي هي بيدها تعرف اللي هي صاي ماش تستحقني تهنينا على كل شيء اللي غوتوش كملناهم الكل تقولي أمل يعطيك الصحة وبارك الله فيك أمان امشي قبل ما تظلم الدنيا واليوم حارسين عليك حارسين على خاطر انت ديجا حرصت على فرحة عرسها وليلة فرحتها يعطيك الصحة أمل علي اللي هي خبيرة تجميل نلقاو قولي لنا الانستغرام نتاعك الانستغرام تلقاوني أمل علي MUA ميكاب ارتست تلقاو كيفاش تكونتاكتيوني نجم نجاوب على الميساجات وكل شيء الواتساب متوفر ومرحبا بكم الناس الكل يعطيك الصحة أمل علي قديش مهم من يكون عندكم ميكاب ارتست كفنانين يكونوا معكم ديجا فما برشا فنانين اللي يخدموا هكا ديجا أي حتى تواحد كيف بدأ بشي يصور كليب معناه يمشي معاه العين المكان معناه تبدأ شور بلاس وتقعد معاه بيان سور حتى يكمل يصور قديش يشد تصوير 5 6 سوايع لأنه مع الوقت بتبيعها باش يستحق معناه الفنان روتوش طبعا طبعا حاجة بالعكس نحب ناخذ لي كونتاكت نتاعها بعد برشا اكيد باش انا نفرح برشا نتشرف بك عايشك الله يخليك مونجيه قداش تمنيت في عرسك يكون فما ميك اب ارتست وقتها ما فماش لوكس معناها بالحق يعطيك الصحه وظهرة تحب خدمتها على الاخر معناها تالونتيوز بارك الله عليك وشفتك على انستغرام يعطيكم الصحه ميرسي بوكو ميز انفيتي خليني قبل ما نختم نذكركم بالمبادره اللي تقوم بها بيان سور الحمله بلوتو الوطنيه قتلها الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال الاس او اس واي مواطن تونسي قاعد يتفرج فينا تويكا راك تنجم تعيل طفل ولا طفله من فاقدي السند من اطفال الاس او اس دونك بدينار راهو انطلاقا من دينار تنجموا نكفلوا اكثر من 1000 صغير تويكا في تونس محتاجك الدينار هذاك اللي انت تنجم تصرفه في اي حكايه فارغه هو بالنسبه لي حاجه ياسر كبيره وحاجه مهمه
مهمه تخليه ينجم يعيش كما الاطفال الكل في دار تكون محلاها في مع ام زاده خاطر عندهم امهات ان شاء الله باش تكون بحدنا ام الامهات في بلاتون ساوين يكمل قرايته وينجم يخدم ينجم يلبس ينجم ياكل كما اي طفل من اطفال تونس. دونك الناس اللي يراو تويكا في الكيو ار كود ينجموا يعملوا الكيو ار كود هذيا وتدخلوا تحطوا معناتها لي دوني نتاعكم باش تساهموا كل شهر باش ياخذوا من الكونت نتاعكم اكيد دينار هذاك ولا السوم اللي انت باش تحطوا باش تعيد به الاطفال هذوما والا تدخل على www.sosve.tn كيف كيف تختار الصغير اللي تنجم تتكفل به ولا تنجموا تتصلوا على 58 371 0002 وهذه ظلي مسؤوليتنا الكلنا كتوانسة مش مسؤولية حد يكون لبس عليه ولا ليرة والكلنا الدينار ما يعنينا حد شيء وكما قلت لكم يعني بارشة للصغيرات هذوما. ميرسي مرة أخرى شهر زيد هلال شرفني ميرسي إيمان عبيد ميرسي وفاء قطبة ميرسي كيف كيف أمل علي ميرسي بكو منجية العرقوبي ميرسي زيد مي بارتنير نحب نشكرهم جوزيل لونج اند سبا اللي نلقاو السونتر هذايا اللي هو باي امنا فاخر نلقاو في حدائق كارتاج بعد سال دو سبور هارد بيت دونك تلقاو تليفوناتهم تمشيو تلقاو سبا تلقاو المكياج تلقاو لونغلوغي تلقاو كل ما تحتاجو العروسه والحضارات نتاعها لان نحكيو سونتر كيف كيف قلت تلقاوهم على انستغرام على الفيسبوك تكونتاكتيوهم تاخذوا الرونديفو نتاعكم. ميرسي زاده فوكسال البوتيك نلبس من عندها نلقاوها في طريق الحبيب ورقيبه في ميغرين البوتيكات الاخرين نلقاوهم في المروجه 1 و2 و4 دي فوكسال هي مارك للنساء زادة تلقاها للصغيرات موجودة وحوايج رجال زادة وحاجة ياسر مزيانة. نشكر زادة نايلاند باي الهيمنة قهوة في حدائق العوينة تطلبوا تاخذوا الرونديفو نتاعكم على باج الفيسبوك والانستغرام مشيو استمتعوا عند الهيمة. ميرسي زادة فريق الاعداد زميلتنا هالة بن زيتون ميرسي الفريق التقني وقبل ما نقول لكم ملتقى جمهورنا العزيز نهار الخميس الجاي نحب نخليكم مع أغنية لو كان تنسى بإمضاء شهر زادة هلالة ما يظهر لي شهر زادة عندكم ميرسيمون. نقول ميرسي لسونيا بن خليل بوغ لا روب صحة وميرسي ليك انت على الاستضافه هذه ونسمع لو كان تنسى لو كان تنسى فراق الحياة مر وصعيب وخلف دموعي تتكاثر خلف دموعي خلف Thank you.
بعدك انت حياتي مره، معك هنايا فيك جايه موت بحبك والله حلاك.